إذا هبط الباتري لا يظل يلح بالتشغيل. التشغيل أي شغلة إلكترونية تتأذى السيارة بينا. أجهزتي أنا العدل بديته يعني ما كنت ذاك العلم ولا الحمد لله طلعت دورة على مصر، درست على الدكتور بمصر الحمد لله أخذت الشهادة، وإلكترونيك سيارات الحمد لله والشكر، وعندي أجهزة الباور سبلاي، عدة أجهزة فحص، عندي الأوسيلوسكوب هو الفحص اللي يتم بينه للعقول. لا هاي الأجهزة استوردتوها من الصين، ماكو عندنا نحن من هاي الأجهزة. يعني قلة فولتية وشحن أو سوء استخدام، وهو يعني شغلة استهلاكية يعني الكهربائية هي. أنا من 2009 بديت أصلح الستيرن الكهرب اللي هو جاب منه على ألنترا، هونداي ألنترا، على الأكسن، على الكياريو، على باقي السيارات هسه كله صار كهرب. يعني الهيدروليك قل بالسوق، قليل من الهيدروليك، من تقريبا 2013 قل الهيدروليك ماكو بعد.